يقول السائل: أريد أن أخرج الزكاة عني وعن زوجتي وأنا معتكف في الحرم، فكيف ذلك مع التوضيح؟ أفيدونا بارك الله فيكم. يعني قصد صدقة الفطر. نعم نعم، إذا ثبت هلال شوال انتهى الاعتكاف، تخرج وتخرج صدقة الفطر بعد المغرب أو بعد العشاء أو إلى الخروج لصلاة العيد، لأن الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس الليلة الأولى من شهر شوال ليلة العيد، فالوقت واسع معك. نعم.